في فير بلاي نواصلوا في استقبال ضيوفنا، ومعنا بالهاتف السيد توفيق زعبوبي المدرب المساعد لهلال الشاب. توفيق اهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بكل مستمعي اكسبريس افلام. مرحبا سي توفيق. دونك قبل ما نسالوك على مقابله لتوال البارح، نحب نعرف شنو هي اخر اخبار هلال الشاب وكيفاش قاعدين تتعاملوا مع الوضع. الوضع اللي وضعيه صعيبه، ما نتصورش قليل حتى مدربين في العالم تحطوا فيها، فريق يترنى ويدربوا فقط، معناتها ماهوش يخوض في المقابلات، النشاط نتاعو مجمد. كيفاش قاعدين تتعاملوا مع الوضعيه هذه سي توفيق؟ والله سلام، صحيح كلامك صحيح. صراحه احنا من اللي رجعنا من بعد ما اخر مباراه دومي فينال مع الاسبيرونس، رجعنا من 10 اكتوبر على اساس انه مش حضروا بدايه الموسم، ولكن تعرف الظروف اللي صارت وتعرف القضيه تاع هلال الشاب والجامعه التونسيه لكره القدم، خلات اللي قعدنا ندربوا وقعدنا متواصلين مع رئيس النادي اللي عادي دائما يعطينا في التطمينات اللي الفريق مش يرجع ومش حقوقه مش ترجع، ودونك ماهيش سهله نفسانيا خاصه مشتقنا الملاعبيه اللي ما تعرف ملاعبي دائما يطمح مش يلعب ويحب يكون كومبيتيتيف وعنده طموحات. صحيح. فحاولنا بكل ما نقدروا مش نقنعوهم، ومش سهل، مش خاصه وقت اللي بدات البطوله وقتها اللي الملاعبيه تاثروا برشا، ولكن دائما عندهم تطمينات وعندهم اللي معناها حسوا اللي حقهم تهضم، معناها كرويا تهضم، فاداريا المشكل قائم ومازالت فما تطمينات اللي حق الشابة مش يرجع، لانه بصراحه من الظلم انه مش تفسخ جمعيه على تدوينات او على عدم خلاص الاشتراك، هذا يعني مش معمول به من قبل وجات على حد الشاب ولاو يطبقوا في القوانين الكل. ف ندربوا يوميا بصراحه، الملاعبين الكل موجودين بخلاف سيف تقال اللي عنده عقد في فريق مصري، واحنا دائما نردوا الجميل اللي الملاعبي يلقى معناها فرصه مش يحسن من مستواه ويحسن من الموارد الماليه سيبناه، بخلاف هذا الملاعبي صراحه الكل يدربوا وحاضرين وجاهزين، معناها لانه رئيس النادي اجتمع بهم كم مره ويقول لهم حضروا رواحكم راكم قادرين باش ترجعوا في اي لحظه، لانه التطمينات اللي عند الرئيس انه سواء في التاس سواء اللي دين محلوله هنا باش نلقاو حل مع وزاره الشباب والرياضه ولا مع الجهات الكل المسؤوله في البلاد، ولكن مالوريزمون طولت الحكايه وهذا الكل فتاز سور البلان مونتال. ولكن نحب نشكر ملاعبيه لانهم زيتي معناها قويين برشا مونتالمون، اللي ما سلموش ويدربوا وعندهم قناعه تامه اللي الفريق باش يجي نهار ويرجع، لانه معناها الظلم مش باهي وهم بيدهم عندهم حتى ذنب في الموضوع هذا، ناس تخدم على روحها بروفيسيونيل، ولكن في تونس فريق بروفيسيونيل يجي معناها تنحيه كومبليتمون على تدوينات او على عدم اشتراك، صراحه هذه ما صارتش. وهكا علاش يحسوا معناها سواء هذه الشابه ولا الجماهير اللي دائما تجي تحضر في التمارين ودائما يدفعوا انه فما امل ولسه معناها اخدموا على رواحكم راهو في اي لحظه راهو الفريق يرجع على الاقل مش نكونوا جاهزين، وهذاك هو اللي خلانا معناها متمسكين بالقضيه. انا سالتك على الملاعبيه سي توفيق، سالتك على الملاعبيه، اما نسال حتى انتم كستاف تكنيك تصوروا متقلقين برشا زاد. شوف احنا كما نقولوها من اول نهار جينا على بروجي، والبروجي معناها بصراحه برترون مارشان قاعد يقوم بعمل كبير. رياضيا تبارك الله الفريق. بجميع الناس الكل. وتبارك الله بشهادة الناس الكل. والفريق قاعد يتحسن، والفريق معناها يخدم في اجواء طيبه. وماليا الاولاد الكل امورهم بصراحه، رغم الظروف هذه توا اللي تشوف فيها عده نوادي في البطوله هاو ينشطوا ويلعبوا وعندهم مشاكل ماديه. احنا بصراحه رئيس النادي سي توفيق المكشر ماهوش مقصر. معناها حتى وانتم ما كنتوش تنشطوا كيف كيف قاعدين تاخذوا مستحقاتكم. بيان سور نهار الجمعه الجايه مش يجي ومش يخلص الرواتب نتاع شهر ديسمبر، فصراحة رد جميل للشخص هذا والرئيس النادي اللي ما فماش منه برشا في واللي يخدم في جمعيته، اقل شيء الواحد يكون واقف معاه ويقف مع الجمعيه هذه. دونك احنا ديما صابرين وعندنا امل، عندنا امل اللي مش يجي نهار والفريق يرجع. وبصراحه ما نجموش نسلموا فيهم في الظروف هذه رغم العروض اللي جات، ولكن شوف الفلوس ما تدومش، ولكن مثلا تاع مبدا ومثلا تاع اخلاق ومثلا تاع تبنينا القضيه كيفهم هما الناس الكل، وكنا نجموا نمشيو ابري تو اون دي بروفيسيونيل، ولكن لا ما نجموش نخليو الفريق في وضعيه كيما هذه،
واحنا اللي جينا على اساس انه فريق هذا نحاولوا ننهضوا به اول سنه عنده في الرابطه المحترفه الاولى، ولكن تشوف كيفاش الكره نتاعنا كيفاش قاعده تتلعب وكيفاش قاعده تتعامل. يعني بصراحه لا فما نكهه ولا فما جو حتى نتاع رغم الكوفيد ورغم الظروف هذه الكل، ولكن النكهه مشات. ما عادش فما جو. الواحد يتفرج على ماتش بعد ساعات وتشوف نوعيه الملاعب وتشوف الاجواء وتشوف تقول وين كنا وين صبحنا. صحيح. هو انت قلت نرجع اكيد هذا المطلب والطلب اللي نحبوه الناس الكل الهلال الشاب فريق امتعنا الحقيقه خلال الموسم الماضي. به نسكروا قوس الهلال الشاب، نحكيوا شويه على فريقك الاول، الحب الاول نتاعك وانت ولده لتوال النجم الساحلي اللي كان البارح مقابلته الاولى في كاس الكاف السنه مع المقابلون العرب، تعادل سلبي كان دون اهداف. كيف شفت الماتش سي رفيق؟ والله نحي الكاسكيت تاع الهلال الشاب ونرجع عاد الفريق الام. والله شوف يا سام، فريق النجم الرياضي الساحلي أنا الواحد ما يكونش أنا قاسي، لأنه المدرب جاء صفة متأخرة أسبوع قبل بداية البطولة، وتذبذب اللي قعدوا ثلاثة شهور ويلوجوا على مدرب وتدخلات أنا النجم الساحلي مر بظرف صعيب ياسر، وتو جاء المدرب وبدا يخدم على روحه وشفنا زوز انتصارات، بدا يكتشف المجموعة، فما ملاعبين عندهم مدة متروكين بداوا يرجعوا لمستواهم. وكما فما غرب لا صارت فايفو ان بو دو تو، مش الواحد يشوف الفريق كيفاش مش يكون تصور في المستقبل. مباراه المقابلون العرب فيها انا قريتها من زوز جوانب. الجانب الاول اللي شنو اللي حاشتنا بالماتش هذا بالنسبه للمقابلون العرب اللي عنده 8 او 9 لاعبين مضروبين بالكوفيد، دونك حاولوا واساسيين وشفنا حتى مستواهم في البطولة المصرية انهزموا زوج مباريات، ولكن الفريق المقاولون اسم كبير في مصر وفريق عنده تاريخه، ولكن اللي شفته البارح اللي عماد النحاس عمل المستحيل مش يحاول انه ما يقبلش اهداف حتى في طريقة اللعب نتاعه، حتى كل ما يخسر كورة دائما يسور بلاس تريفيت ديرير لو بالون، يحاولوا مش يسكروا المنافذ الكل. ماني ما فماش مباراة رفض اللعب مملة برشا رفض اللعب. النجم الساحلي كيف بعد هزيمة سليمان صار نوعا ما من الدود الشك، هذا هو اللي مش باهي. فاللي شفته البارح زاد كيف قاعد يفتش على طريقة لعب المدرب 4-4-2 4-1 3-2 قاعد يدور يلوج على التركيبة في ظل وجود بن عمر، في ظل وجود رجوع الشيخاوي اللي عندهم مدة هذوما الزوز مونك دو كومبيتيسيون ما رجعوش يلزمهم من بو دو تو مش يرجعوا. دفاعيا تشوف زاد كيف روزمون البارح ما فماش اخطاء لانه نابايو معناها دو بروفوكاسيون من الفريق المصري، ما شفت حتى هجمه خطيره على دفاع النجم. ابار سور لو بلون معناها اورجانيزاسيون تشوف النجم قاعد يلوج كيفاش يلعب زوز مهاجمين، ولكن مش تلعب زوز مهاجمين الانيماسيون كيفاش مش تكون. هنا الاشكاليه انه الشيخاوي اللي مارغري القيمه الثابته نتاعه ورجوعه تدريجيا وقاعد يرجع ياسين وقاعد ياثر في المجموعه، ولكن تشوفه في التيران بعيد على مستواه ان بو بارتو وي نول بار، وبعيد على مستواه سي توفيق ولا ماهوش هذاك ياسين اللي نعرفه الحقيقه. لا فو كومبروندر ياسين سافي لونتون عنده مده من راه الكومبيتيسيون هي اللي تخليك ترجع في الريتم، ولكن فو ماتر ياسين في يلزمك تحاول تستغل لي بوان فور تاع ياسين وتحطه في المركز اللي هو نجم يعاونك وينفعك، ما تحطه في ان ديسبوزيتيف اللي معناها يلزم فما بوكو بارامتر في الشوا نتاع الميليو تيران، لانه البارح بوكو باس لاتيرال على اليمين على اليسار، معناها لو سول اللي بوتيتر اللي عمل لا ديفيرونس واللي جاب شويه خطوره هو كشريده اللي ان بو اللي معناها بالفيتاس نتاعو بالزابيل وقت اللي تبدا الكوتي غوش ويعمل لي زابيل دو بال بر الكوتي دروا يقاروه ديما لونسي لو سول اللي جاب الاخطر، مي ابار سا لي توال المونك دو ديل معناها تلعب بلاش جوانح ومش من اليوم، دونك ما فكروش انه كي مش نلعبوا 4-4-2 على الاقل يلزمك زوز على اليمين وعلى اليسار دو بروفوكاتور، هذوما اللي ما عادش فما في النجم الساحلي سوما اللي كان ان بو اللي ان بروفوكاتور بالو وتشوف سي توفيق مادام حكيت انت لمحت على الجنوانح زردوم كان يلعب جناح البارح قولوا شويه طايح على اليمين وسميت علي سوما باه، بس اذا كانت نحيو علي سوما اللي وهذا برشا مؤشرات باه رغم اني ما لعبش برشا، شنو رايك في الاجانب نتاع ايطوال سي توفيق؟ والله شوف الاجانب نتاع ايطوال معناها كي تشوف معناها كيف معناها شكون اللي عمل الشوا نتاع الملاعبين هذوما؟ يسور كالكريتير جابهم؟
معني الواحد يرجع شويه لتالي. اسكو فما دي تكنيسيان جابوهم ولا جابوتهم الاداره ولا سركال؟ اسكو عندنا مونك فانا بوست اللي مش نجيبوا الملاعب هذا وشنو هي القيمه نتاعو؟ صراحه نجم الساحلي ما نجمش يجيب الفاضل نتاع النادي الاهلي المصري مهما كانت. ما نجيبوش ملاعب بليسي من الاهلي المصري ونخسروا عليه 4 مليار، سي با لو توب توب اللي مش يهزك. ولكن سي تنتور او فوتبول ما عادش بوتيتر تقول لي بون ملاعب كيف لا ديفيرونس ابار ميسي ورونالدو ومارادونا دون لو تون وبولي وكريف، هذوما ما عادش فما ما عادش فما. دونك على الاقل وهذا نرجع للتكوين، فما مشكل كبير زاد في التكوين اللي ما عادش خلاو لي زيدو اللي مش لي زيدو لي ستار هذوما. تشوف في لي جون تتفرج اللي تلقى الناس كل تلعب دوتوش ما كل مستوى ومستواه سي توفيق. بون كي انت تحط 4 مليارات تجيب نعرفش بونجاح تجيب جابو تجيب بلايلي هكا ولا جيب بلاعبي كي بو فير ديفيرونس وحده اون كا خاطر الوزوار هذا لي زافون سونتر ولا هاك. تشوف انت تو في الشامبيونات بارتو راهو لي ميور في الافريقيا سلام يمشيو لاوروبا اون دوزيام لو يمشيو للازي معناها يمشيو لي بي دو غولف اون تروازيام لو يمشيو للي جران كلوب في الافريق. شكون يجينا احنا؟ هاو يجيونا كان معناها كيما تقول انت الكاتريام شو دوغريم تاع الملاعب اللي تجي. دونك هاك علاش ما عادش فما مش تجيب ملاعب كبير، لازمك زاد تخلص والامكانيات نتاع الجمعيات هاك تشوف فيها توا في تونس الناس الكل تقاسي من هنا الفيفري تو تشوف الكريز اللي مش وهاو تذكر كلامي صحيح تشوف الكريز اللي مش تجي في النوادي. دونك وزيد الاستقطاب نتاع لاعبين جزائريين في الفوتبول التونيزيان زاد قتل برشا مواهب اللي كانوا على الاقل يطمعوا مش ياخذوا بلاصه. دونك هاك تشوف فيهم وين مشاو، مشاو للسعوديه في دوزيام ديفيزيون يلعبوا، عندنا 35 جوار غادي مشاو للفوتبول ايجيبسيان يلعبوا غادي. علاش؟ صحيح هو الواحد يتساءل باهي سي توفيق علاش التجربه اللي جبناها عملناها نتاع اللاعبين الجزائريين نجحت ما نجحتش يقيمونا واعطيونا خويا شنو هي الحلول وعلاش مستوى كورتنا مش يزيد ينحدر اكثر واكثر. هي في الجامعه تراجعت وعملت عدد ليميتي نتاع الملاعبيه الجزائريه ظهر لي فما اقرار انه ما نجحتش في الخطه هذه. باهي انت قلت سي توفيق عماد النحاس بحث على التعادل ما يقبلش اهداف وهذا حقه في المقابله. سي توفيق عندنا شنو حظوظنا في مقابله الاياب؟ والله شوف راهو كيما لعبنا في مصر بلا جمهور باش نلعبوا في سوسه بلا جمهور، معناها ساعه اول حاجه معناها ما فماش لو بوبليك اللي كيبا بوسي ولا كي مش يخليك يدز معاك. دونك اللعبه كيما غادي كيما انا جوست البونتو اللي هنا مش تحسب دوبل فو فير تريز اتونسيون هذه حاجه. صحيح. اثنين دونك ليكيب ايجيبسيان الفا ريكوبيري 7 ولا 8 ملاعبيه دي سي دو سمان. صحيح. بون دونك كيل كونديسيون باش يكونوا ابري دي جور دو كونفينمون ولكن فا ريكوبيري لي ميور نتاعو. النجم الساحلي كيف كيف عنده ماتش مسير بروشينمون زاد كيف كيف وعنده ملاعبيه بوتيتر يرجعوا. حمزه الاحمر عنده كاكو جوار اللي مازالوا زاد بليسي بوتيتر يرجعوا. دونك لو شوا عند المدرب طريقة اللعب شنو معناها فريمون كيسكو يدوا شيرشي معناها الكوتش الجديد هو يلزم توليفه ويلزم الكومبليمونتاريتي بور كريي معناها ان بون فوتبول اللي يخليك معناها توصل فيسا ل 18 متر. مش كنا ياسر معناها اون بير بوكو دو تون في التحضير معناها بصراحه الكوره ما تخرج من الديفونس مش توصل وسط التيران ديجا تحب لك اون 30 ولا 2 مينوت دو تعطي فرصه لكيف ادفيرس بور سو ريبلاسي اي 3 وقت اللي تضيق عليك الدنيا قدام 18 متر بور شيرشي لي زون 2 ولا بور معناها مش تلوج مش تدخل في اللاكس سافا تيتر تري ديفيسيل فو باسي بار لي كوتي. لي كوتي اش عندك؟ اسكو تو لي جوار كي سون كابابل دو سونتري و سونتري بور كي؟ معناها كوليبالي متر 70 شكون معاه؟ دونك يفو فير ان شوا معناها البوزيسيون ولا لي سيتياسيون تاع التير قلت برشا في الفوتبول صحيح سورتو في النجم الساحلي ان شاء الله يفوتروا فيه التوليفه شنو هي بور كري ان شاء الله يلقى مدرب النجم التوليفه هذه. ونزيد حاجه اخرى سلام هما لي بالاريتي اللي هو سلاح تنجم تربح بيه ماتش صحيح مالوريزمون هاو نشوفوا لي كورنير ولا لي بالاريتي الكل معناها ماهمش قاعدين النجم الساحلي ماهوش قاعد ناجح فيهم. ان شاء الله انه يفو فير تريز اتونسيون ماتش بيس صحيح ويلزم يفو سو سور باسي ان شاء الله غني وباسي ان شاء الله ممثل تونس يكون في الموعد في المقابله هذه. شكرا لك سي توفيق على كل الاضافات اللي مديتهم لنا. اسمى المدب جيكم توت سويت في الاخبار. لا كرياسيون دو فالور سي نو 10 ans d'expérience